السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أمام مجموعة السلطان الأشرف قايتباي بقرافة المماليك بحي منشيط ناصر بالقاهرة. الوصول للمكان اللي احنا فيه سهل جدا، تركب أي حاجة من السيدة عيشة في طريقها لمنشيط ناصر وتقول للسواق ينزلك عند محطة الكاوتش اللي في شارع الأوتوستراد، تدخل المقابر وتسأل على جامع قايتباي أو قايت باي زي ما هم بيسموه هنا. المجموعة اللي بتضم مدرسة وقبة ضريحية وحوش لدفن العتقاء وسبيل وكتاب ومقعد وحوض لسقي الدواب وربع، احنا يهمنا منها واللي احنا جايين علشانه هي المدرسة دي اللي بناها السلطان قايتباي في سنة 877 هجري 1472 ميلادي، وخلصت بعدها بسنتين يعني في سنة 879 هجري 1474 ميلادي. السلطان الأشرف قايتباي هو واحد من سلاطين مصر في عصر دولة المماليك الجراكسة، ويعتبر صاحب أطول فترة حكم في تاريخ دولة المماليك الجراكسة وتاني أطول فترة حكم في تاريخ دولة المماليك. هو حكم 29 سنة بعد الأول اللي هو السلطان الناصر محمد بن قلاوون، حكم 42 سنة لكن على ثلاث فترات. قايتباي حكم في سنة 872 هجري 1468 ميلادي، وفضل لغاية سنة 901 هجري 1496 ميلادي. لو جينا نشوف نسب قايتباي، قايتباي ابن مين، مش هنعرف، هنلاقي كل الأسامي اللي بعد اسمه بتنتهي بياءات النسب، ودي كانت عادة موجودة في كل أمراء وسلاطين دولة المماليك، إن احنا ما نعرفش أصولهم، ما نعرفش أبوهم ولا أمهاتهم. يعني هو اسمه قايتباي المحمودي الأشرفي الظاهري، المحمودي نسبة لمحمود بن رستم اللي هو تاجر الرقيق اللي اشتراه، الأشرفي نسبة للسلطان الأشرف برسباي اللي اشتراه من محمود بن رستم، الظاهري نسبة للسلطان الظاهر جاكمك اللي خده وشغله معاه. قال عنه المؤرخ ابن إياس إن هو كان طويل القامة نحيف الجسد أصفر اللون، عاش حياته كلها بدون سجن أو نفي، كان ناشر للعدل، راجح الرأي، عفيف، ما كانش بيعين في وظائف الدولة إلا اللي بيتأكد من صلاحيته، خصوصا في الوظائف الدينية. هو جانا هنا وساب لنا الأثر العظيم ده اللي يعتبر من أجمل الآثار في دولة المماليك ومن أجمل الآثار في مصر الإسلامية، وده بسبب جمال تنسيق العناصر ودقة النسب وروعة الصناعة وتنوع الزخارف اللي موجودة سواء في الشبابيك أو في الأسقف أو في الأرضيات أو على الحجر، خصوصا أن عصر قايتباي هو العصر الذهبي للنقش على الحجر، أو الزخارف الكتابية المتنوعة. كل ده أهل الأثر العظيم بتاعنا ده أن الدولة تختاره وتحطه على عملة الجنيه المصري. لو احنا بصينا على العملات الورقية دايما على الوش بتاعها بنلاقي أثر إسلامي، من نفس الزاوية اللي أنا واقف فيها دي خدوا اللقطة بتاعة الجنيه. السلطان قايتباي له أكتر من 70 أثر ما بين إنشاء وترميم وتجديد، أثاره موجودة في القاهرة وفي خارج القاهرة وفي خارج مصر، يعني في القاهرة اللي احنا شايفينه ده وفي خارج القاهرة في اسكندرية مثلا. قلعة قايتباي اللي موجودة في اسكندرية اللي معلم رئيس من معالم المدينة، وأي حد زار اسكندرية أكيد شافها. قلعة قايتباي اللي موجودة في رشيد اللي على مقربة منها لقوا الحجر بتاع رشيد في وقت الحملة الفرنسية 1799، واللي استطاع شامبليون ان هو يفك الرموز بتاعته وكان بداية التوصل لمعرفة أسرار اللغة المصرية القديمة. في الفيوم الجامع بتاع زوجته اللي هي خندة أصلباي، لما انت كنت بتبعتوله على الصفحة بتقولوا له ايه رأيك في الترميم اللي حصل، ما يعني كان باين يعني ترميم زي الفل. له آثار في خارج مصر في المسجد الأقصى، سبيل جميل جدا بيعلوه قبة، في المدينة المنورة المأذنة والقبة بتاعت الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي المسجد الحرام. كل الآثار دي خلت ان مؤرخين العمارة في مصر يشبهوا قايتباي برمسيس الثاني، يعني يقولوا هو ده رمسيس الثاني العمارة الإسلامية، لأنه هو أعظم سلطان بناء وكان بيشجع أمراءه كمان على التشييد. وزي ما احنا قلنا اللي على وش العملة بنلاقي أثر إسلامي، وقلنا هنا هو على الجنيه مجموعة قايتباي، على الظهر بقى وهنا الصدفة جمعت بين قايتباي ورمسيس الثاني، على ظهر الجنيه
هنلاقي معبد أبو سمبل من أعظم الآثار اللي سابها الملك رمسيس الثاني. ودي يعني صدفة غير مقصودة، لكن هي بتوصف لنا الروح اللي موجودة في الآثار المصرية عبر كل عصورها والتاريخ المصري. هو قايتباي هو بيقولوا امتداد لرمسيس الثاني، على محدش قاصد دي، يعني محدش قاصد ان هم يحطوهم مع بعض، لكن هم شبه بعض ومتشابهين جدا، التشابه في التشييد وفي العمارة، ويمكن كمان في طول المدة. الحاجة أخيرة أنا عايز أختم بيها، أنا مش هعرف أدخل، لكن اصطحبنا في الجولة النهاردة صديقي أهلا. خالد السعيد اللي صمم إنه يجي من الكويت. أهلا وسهلا فيكم، ساكم الله بالخير، وأنا بالعكس أتشرف في هالقناة الحلوة مع الأخ يوسف. الله يكرمك، وشرف لي بهالقناة. هو متخصص إيجيبتولوجي في الأثار المصرية القديمة، وقال إنه هو نازل من الكويت مخصوص وعايز يصطحبني في جولة. أهلا وسهلا بي، وأهلا وسهلا بأي حد عايز يشرفنا. الله يخليك. ما تنسوش تعملوا شير، ونشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.